شادية الكرام، وصلنا دلوقتي لفقرتنا الإخبارية اللي حنناقش فيها أهم الأخبار، المقالات، الحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. يسعدني أن يكون معايا النهاردة الكاتب الصحفي الأستاذ صبري عبد الحفيظ، مساعد رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون. أستاذ صبري، منورنا النهاردة. الله يخليك يا فندم، منورة بيكم. صباح الخير عليكم وعلى مصر كلها. صباح الخير والسعادة على كل المصريين في الداخل والخارج وعلى البشرية كلها إن شاء الله. نبدأ جولتنا بلقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية. من جانبه أكد بلينكن على أن واشنطن تعول على التنسيق الحثيث مع مصر لاستعادة الاستقرار وتحقيق التهدئة واحتواء الوضع ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. كما تم التطرق إلى قضية سد النهضة، حيث أكد السيد الرئيس موقف مصر الثابت في هذا الصدد من خلال ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد بما يحقق المصالح المشتركة ويحفظ الحقوق المائية والتنموية لجميع الأطراف، مشددا سيادته على أهمية الدور الأمريكي للاطلاع بدور مؤثر لحلحلة تلك الأزمة. أستاذ صبري، خلينا نقرأ تفاصيل هذا اللقاء، خاصة أنه يأتي في توقيت في بالغ الأهمية. هناك تصاعد في الأحداث في الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعني بلينكن قبل أن يزور القدس والضفة الغربية جاء إلى مصر للحديث مع مصر الأول، لأنه مصر دائما ما تتدخل لمحاولة تهدئة الوضع ما بين الجانبين. شايف هذا التوقيت وما يمكن أن نصل إليه بالنسبة في المقام الأول القضية الفلسطينية؟ هي مصر دائما هي مركز استراتيجي، مصر لها دور مهم في القضية الفلسطينية. حاولت دول كتيرة ان هي تتخطى مصر وتلعب دور بديل لها، لكن كل الدول دي فشلت، كل الأجهزة اللي حاولت تهمش مصر فشلت في الدور ده، لان مصر مركز قوتها ان هي بتحظى بثقة مطلقة من الأخوة الفلسطينيين، ويعتبرونها أن هي الأخ الأكبر والداعم الأكبر للقضية الفلسطينية. مصر في لها دور مهم جدا في القضية الفلسطينية، وهو دور على الأرض فعال وليس بالأقوال فقط أو الخطب الرنانة أو تأجيج مشاعر الجماهير. مصر في القضية الفلسطينية بتسير على ثلاث مسارات مهمة جدا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية. المسار الأول هو المسار السياسي، وبتسعى فيه إلى إعادة عملية السلام لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتحظى في ذلك مع أمريكا والدول الأوروبية والدول العربية الفاعلة. مصر المسار الثاني وهو المسار الخدمي. مصر تقدم خدمات جليلة ومهمة جدا للشعب الفلسطيني عبر معبر رفح، سواء علاج المصابين، تضميد الجرحى، نقل المواد الغذائية، التعليم وغيرها من الخدمات. المسار الثالث وهو مسار توحيد الصف الفلسطيني وعمل مصالحة ما بين الفصائل الفلسطينية، لأن هذا مصر ترى أن هذا هو السبيل الأهم والأكبر لمواجهة العدوان الإسرائيلي. فيما يخص الزيارة الحالية، الزيارة الحالية كان معد لها مسبقا لكنها جاءت مبكرا من أجل احتواء حالة العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين سواء في القطاع أو في الضفة، وحصلت يعني مجازر وفي رد الفلسطينيين بعملية في القدس، وتصاعد العنف بشكل كبير جدا جدا ضد إخواننا الفلسطينيين. ومن هنا جاءت زيارة الوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى القاهرة، المفروض أنه زار إسرائيل وهيزور السلطة الفلسطينية. الأمريكا بتعمل حاليا على احتواء هذا الموقف، لأن العنف تصاعد بشكل كبير جدا جدا، وده أصبح يعني مقلق جدا بالنسبة للإدارة الأمريكية، خاصة إدارة الرئيس بايدن بتحاول احتواء الموقف علشان صورتها، علشان في انتخابات قادمة في الرئاسة الأمريكية. مصر بتقوم دور مهم جدا زي ما قلنا، لأن أمريكا لا تستطيع أن تتخطى مصر، إسرائيل لا تستطيع أن تتخطى مصر، العالم كله لا يستطيع أن يتخطى مصر فيما يخص القضية الفلسطينية. مصر لديها مفاتيح القضية الفلسطينية، مصر لديها اتصالات مهمة مع جميع الفصائل الفلسطينية، وفي الوقت نفسه لديها علاقات مهمة مع الطرف الإسرائيلي.
وهذه العلاقات هي ما تمكنها بالقيام بدور الوسيط النزيه ما بين الطرفين وليس أمريكا. أمريكا لا تستطيع أن تقوم بهذا الدور لأن أمريكا متحيزة تحيز تام إلى صالح إسرائيل. فبالتالي الدولة الوحيدة القادرة على القيام بدور الوسيط بمساعي للتهدئة بما لها من تأثير معنوي على الأخوة الفلسطينيين والفصائل الموجودة في فلسطين وبما لها من علاقات دبلوماسية وسياسية مع إسرائيل. لكن خليني أقول لك في النقطة دي تحديدا أستاذ صبري أنه يعني أغلب العمليات اللي حصلت وأدت إلى هذا التصعيد يعني على حسب الجانب الفلسطيني أغلبها كانت ذئاب منفردة زي ما بنقول، يعني ما فيش فصيل فلسطيني أعلن عن تبني للعملية، وده الأسوأ لأنه نتيجة للضغوط اللي بيتعرض لها الأخوة الفلسطينيين في قطاع غزة ابتدت في حاجات بتطلع ليست تبع منظمة معينة أو فصيل معين، وهذا هو الأخطر. هذا هو الأخطر لأن إسرائيل بتضغط على الإخوة الفلسطينيين ضغوط شديدة جدا، ضغوط معيشية، ضغوط في لقمة العيش، عاملة حصار على غزة بقاله سنوات طويلة جدا. المنفذ الوحيد لغزة للعالم هو من خلال معبر رفح في مصر، ومصر تقوم بهذا الدور. نعم. وتفتح المعبر كما سبق أن ذكرنا للجرحى والمصابين وعمليات التموين الغذائي والتعليم وغيرها، وحتى سفر الإخوة الفلسطينيين بيتم من خلال مصر فيما يخص لتدارس الموقف مع الدول الأخرى. إسرائيل زي ما قلنا بتضغط، بتعمل عقوبات جماعية ضد الفلسطينيين، بتطال يعني مدن كاملة وقرى كاملة، عمليات هدم المنازل. فبالتالي هذا الضغط الشديد لابد أن يقابله انفجار من أفراد عاديين كما تفضلت حضرتك، ممكن يكون مش منتمين لمنظمات ولا فصائل فلسطينية. وعاوز أأكد أن ده اللي حذر منه الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما التقى الرئيس جو بايدن في جدة في القمة العربية الأمريكية في شهر يوليو الماضي، وقال أن القضية الفلسطينية قضية محورية وأن عدم حلها بيؤجج مشاعر المسلمين في أنحاء العالم، وبالتالي قد يؤجج مشاعر العنف والإرهاب. نعم. طيب انتقل لخبر آخر، حيث أعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية تولي المستشار أحمد فهمي منصب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية متمنيا له التوفيق والنجاح. في سياق متصل وجه السفير بسام راضي رسالة مؤثرة لمحرري الرئاسة في ختام عمله كمتحدث باسم رئاسة الجمهورية وقبل توليه مسؤولية جديدة سفيرا لمصر فوق العادة لدى حكومة إيطاليا. جاء نصها: تشرفت وسعدت للغاية بالعمل معكم طوال الفترة الماضية التي تعدت الخمس سنوات أبديتم خلالها أقصى درجات التعاون الإيجابي والتفاعل المهني السريع مع بيانات وتفاصيل الأنشطة الرئاسية الكثيفة الداخلية والخارجية، ولكم جميعا مني خالص التقدير والاحترام والمودة، حفظكم الله ورعاكم وحفظ الله وطننا الغالي مصر وحماها من كل مكروه، ووفق الله رئيسها وقائدها وسدد خطاه وأعانه وأعزه. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا رقم 196 لسنة 2022 بتعيين السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة إيطاليا وغير مقيم لدى جمهورية سان مارينو. مشاهدينا الكرام، تعالوا الآن نتعرف على المستشار أحمد فهمي المتحدث الجديد باسم رئاسة الجمهورية من خلال هذا التقرير. شغل المستشار أحمد فهمي منصب المستشار السياسي في بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تولى مسؤولية عدد من الملفات السياسية المهمة المطروحة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ولجانها الرئيسية، وكان عضوا في وفد مصر في اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة خلال الفترة من 2016 إلى 2022.
كما عمل المستشار أحمد فهمي في قنصلية مصر العامة في لندن وسفارة مصر في أبيجان، وكان مستشارا في مكتب المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية وعضوا في مكاتب مساعدي وزير الخارجية للشؤون الأسيوية والعربية والأفريقية، وشارك أيضا في عضوية وفد مصر في اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي لعدة دورات، وفي العديد من الزيارات الثنائية على المستويين الرئاسي والوزاري. وهو حاصل على بكالوريوس اقتصاد من جامعة القاهرة عام 1999 ودرجتي الماجستير والدكتوراه في العلاقات الدولية والعلوم السياسية من المملكة المتحدة. كل التوفيق للمستشار أحمد فهمي المتحدث الجديد باسم رئاسة الجمهورية، وإن شاء الله يقوم بالمهمة، ونتمنى كل التوفيق كل التوفيق للسفير بسام راضي في مهمته القادمة. أنتقل إلى الشأن الدولي، حيث نقرأ في تصريح صحفي أدلى به نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي رياباكوف أنه من غير المنطقي أن تجري روسيا مع أوكرانيا أي محادثات في وقت يقوم فيه الغرب بتزويد كييف بالدبابات. يعني خلينا نتكلم في الحرب الروسية الأوكرانية، الموضوع بياخد منحى آخر، خلاص هم وافقوا على الدبابات، لكن أمريكا امبارح رفضت أن تمد أوكرانيا بطائرات F-16 وهي كانت طلبت ده، وهي أوكرانيا ما بتعملش حاجة دلوقتي غير أنها بتطلب في أسلحة المزيد من الأسلحة والمزيد من الأسلحة. وكل عمال يتكلم، يعني شولتز امبارح كانت له تصريحات انه لازم روسيا تنسحب من اوكرانيا علشان تبدا محادثات. اي محادثات يتحدثون عنها؟ يعني انا ده سؤال، اي محادثات في خضم المعركه، خاصه نحن كلنا نستعد الى معركه الربيع القادم، وهي متوقعه انها تكون معركه قادمه كبيره. هو ما يحدث في اوكرانيا هي حرب عالمية ثالثة بكل المقاييس، بدون مواجهة مباشرة ما بين الطرفين الروسي والطرف الغربي. روسيا تعلم أنها تواجه الغرب ولا تواجه أوكرانيا. روسيا تعلم أن أوكرانيا هي مجرد دمية في أيدي الغرب وخاصة أمريكا. الرئيس بوتين منذ بداية الحرب رفض الجلوس مع الرئيس زيلينسكي، وكان بيبغي من ذلك أن هو يجلس مباشرة إلى أمريكا. أمريكا اللي هي مسؤولة عن إدارة الحرب، حلف الناتو هو من يدير الحرب على الأرض، وبالتالي روسيا أقصد عفوا روسيا ترفض التفاوض مع أوكرانيا لأنها ترى أوكرانيا أقل من أن تجلس روسيا أمامها للمفاوضات. روسيا تريد الجلوس للمفاوضات مباشرة مع أمريكا، يريدون لقاء بين بوتين وبايدن. لماذا؟ لأن كما قلنا الحرب الآن التي تدور على الأراضي الأوكرانية هي حرب مباشرة ما بين السلاح الغربي، سواء السلاح الألماني البريطاني الفرنسي والسلاح الأمريكي، في مواجهة السلاح الروسي. من يستخدم السلاح الغربي هم الأوكرانيين، فبالتالي روسيا تعتقد وهي لديها كل الحق في ذلك أن الغرب هو مدير المعركة. أمس وخلال الأيام الماضية كان هناك تغير في الموقف الغربي بشكل كبير جدا من حيث إمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة لتغيير قواعد المعركة على الأرض. ألمانيا قالت إن هي هتمد أوكرانيا ب 14 دبابة ليوبارد 2، ودي دبابة عملاقة ودبابة قتالية. أمريكا قالت إن هي هتمد أوكرانيا بدبابة أبرامز M1، قالت هتمدها بحوالي 13 دبابة. بريطانيا قالت إن هي هتمد أوكرانيا تشالنجر 1 بحوالي 13 دبابة، لكن الغرب لا يريد إمداد أوكرانيا بأسلحة هجومية قد تطال الأراضي الروسية، لأن ذلك سوف يخرج المارد النووي من الأم بتاعه. صحيح. لأن العقيدة الروسية بتقول إذا أي سلاح حتى لو رصاصة واحدة نزلت على الأراضي الروسية ده معناه أن حرب مباشرة على الأراضي الروسية، وبالتالي العقيدة القتالية بتاعة الجيش الروسي بتقول أنه لابد أن يتدخل في هذا الوقت السلاح النووي. صحيح. الكاتب الصحفي الأستاذ صبري عبد الحفيظ مساعد رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون، أنا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا 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 لي. مشاهدينا الكرام، انتهت جولة
جولتنا في صحافة اليوم. دلوقتي هنسيب حضراتكم مع معلومة تهمك، معلومتنا النهاردة عن الإسعافات الأولية عند الشعور بالإغماء. نتابع.